بكم في فقرة أنا أرى. البداية من حلب مع فيديو شاركنا به عبد الحليم بكرو، صوره من بين الشارع المؤدي إلى دوار صلاح الدين وشارع الشرعية الذي أعلن النظام السوري فتحه لخروج المدنيين، إلا أن الفيديو يظهر وجود قناص يطلق النار على العابرين، وبناء عليه أطلق عبد الحليم على المكان اسم معبر الموت. نتابع. النظام يدعي أنه فتح معبر لخروج المدنيين. نعم، نسمع الآن طلقات القناص، نسمع طلقات القناص الذي يقوم باستهداف بعض المدنيين في هذا المكان. نعم، هناك معبر ولكن معبر الموت. وبالانتقال إلى الصور، نبقى في حلب حيث أرسل لنا أكرم المليحان صورة للخطة استهداف الطيران الحربي الروسي بلدة حيان بريف حلب الشمالي بالصواريخ الفراغية على حد تعبيره. صورة أخرى بعثها عبد الحليم لمجموعة من أطفال حلب وقد اتخذوا من الحمامات غرفا لنومهم بعد أن أصبحت غرفهم الأصلية ممرا للموت كما يقول المرسل. نبقى في نفس السياق لكن ننتقل إلى اليونان مع صورة شاركنا بها فراس عن اللاجئين السوريين هناك، حيث تم إنشاء مخيمات لهم داخل ملعب للبيسبول. ونختم فقرتنا في بيروت حيث شاركنا أسعد الأسعد صورة عن استمرار اعتصام حملة بدنا حاسب تحت عنوان النسبية تمثلني، والتي يطالبون من خلالها بتطبيق قانون النسبية في الانتخابات النيابية. هذا وقد أعلنت الحملة استمرار اعتصامها حتى يوم الخميس المقبل. والاطلاع على المزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم، يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.